اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم وعالم صباح تابعه كمان عن كثب بموضوع الإرشادات للصليب الأحمر، طرق الوقاية وكيف تقدروا تتعاملوا مع أي ظرف طارئ بيصير معكم بالبيت من خلال الإرشادات مرقناها معكم يوميا. وأيضا تلفزيون مستقبل كان عنده حصة يومية مع الصليب الأحمر بقصة حياة أو موت، وهذا الشيء خليه ياخذ جائزة رح نحكي عنها اليوم بالتفصيل مع سيد مارون البلعة وهو مدير شركة فيرست بروتوكول، وفيوليت غزال البلعة رئيس التحرير عرب ايكونوميك نيوز ابليكيشن، وايضا رودني عيد وهو عضو بالصليب الاحمر اللبناني. مارون فيوليت ورودني صباح الخير، واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. مباشرة رح نبدا معك ونحكي عن شركة فيرست بروتوكول اللي خصصت هالجوائز واللي عملت مؤخرا الحفلة اللي قدمته من خلال عدد من الجوائز، ومنهم كان في جائزة لتلفزيون مستقبل اللي حصل فيها على هالاوورد اللي رح نحكي عنها بعد شوي بالتفصيل. انما فيرست بروتوكول بالتحديد شو هي هالشركة؟ فيرست بروتوكول بلشت من حوالي العام 2000 تهتم بالمواضيع الاقتصادية من مؤتمرات ومعارض وخدمات إعلامية وإعلانية. نعم. بهالإطار هيدا، بس كانت تاخد الاقتصاد من الخلفية المجتمعية، لذلك كان عندها النفس واشتغلت عليه وحست في كتير حاجة لإله وشافت أنه عم يعطي نتيجة عيد، هيك حبينا نتوج هال العشر سنين اللي كانت مسيرتنا من 2000-2010 بحفل مثل الحفل اللي نحن بلشنا فيه اللي هو السوشيال ايكونوميك اوورد. نعم، الاس اي اي. الاس اي اي، واللي بنعمل سنويا بكازينو لبنان مع مؤسسه الام تي في. وكان لنا شرف انه السنه الماضيه بهالسنه الرابعه يتوج بجائزه للفيوتشر تي في اللي حبيت. على الام تي في اخذنا جائزه نحن. صح، هيك لازم. هيدا الاهم شيء. ما هالخلفيه نحن انه بهالبلد اللي هو لبنان واللي غني بانسانه، وانسانه اللي عنده هالتقاليد اللي تورثها من اجداده، الطيبه والمحبه. صحيح. والتعاون، حبينا نضوي عليها اكثر، لانه بالعالم صار من 2010 بيحكوا بالمسؤوليه المجتمعيه بالايزو 26000 وبالنور من بال بال بالمعايير اللي لازم تكون موجوده. صحيح. ولكن نحن كنا نعيشها، واجت هالاوضاع والظروف القاسيه اللي عم يمر فيها بلدنا، حبينا يكون هيك مثل جرعه امل. صح. مثل هالثلج الابيض هلا اللي عم بكلل جبالنا، تكون صفحه بيضاء بتيجي باخر السنه لتمحي السواد كله اللي مرقنا فيه خلال السنه. صحيح، واللي ان شاء الله بتبقى وبتمد على 2015 يا رب. مظبوط. فيوليت يعني حضرتك شريكته وزوجته اذا فينا نقول كمان بتعاطي بهالقضيه، يعني اوقات بيقولوا زوجي هي وزاره الداخليه وزاره الماليه، هون كمان بالنسبه للجائزه اللي عم تنعطى واللي هي سوشيال ايكونوميك اوورد اللي انشغل عليها على مدى كل هالسنوات واللي بلشت مع سنه 2010 بعد 10 سنوات من تاسيس الشركه، كيف عم بيتم اختيار الشركات اللي عم بتفوز بهالجائزه؟ على اي اسس؟ على اي كمان معايير عم تتكلوا؟ نحن عندنا الكونتاكت عم بيكون واسع عبر الجمعيات اللي هي على تماس مباشر مع القطاع الخاص، او نحن بنروح مباشره على برامج معينه بنحب نظهرها ونلقي الضوء عليها، يعني الاختيار بيكون في عنا اكيد جوري بترافقنا كل السنه، بنبعت ابلكيشن فورم، الناس بتقدم على برامج معينه، بيصير في لايف برزنتيشن، بيتناقش البروجي، يعني بهمنا يكون كامل البروجي، قديش البادجت المرصوده له، شو هدفه، استمراريته، قديش في فريق عمل عم بيشتغل فيه، نحن الهدف ورحنا اكثر للاعلام لحتى نحس انه المجتمع مش بس عمل خير او بس بادجت تنرصد، حبينا نفوت على الثقافه نغيرها ونطوعها بخدمه المجتمع، لما بناخذ من هالمجتمع لازم نرد له، والاعلام يلي هو عنده سلطه رابعه يلي هو عنده. نعم. حصه كبيره بالتاثير، كثير حلو نضوي على انغماس الاعلام رغم مشاكله وهمومه السياسيه والماليه بشق اجتماعي كثير مهم، وبالاخص مع تلفزيون الفيوتشر والصليب الاحمر يلي هن. نعم. مشروع كثير نموذجي ورائد وبيستحقوا اكثر من تقدير عليه، يعني اكثر بكثير. صحيح. صحيح، وهذا الشيء اللي عم نحاول نسلط الضوء عليه نحن، لانه عملكم فعلا نبيل، دائما بنقول لما واحد بيذكر الصليب الاحمر اللبناني اللي بتهرعوا الى المكان بوقت اللي بيكونوا كل الاشخاص الثانيين عم بيظهروا منه، هون الشيء كمان اللي عم بيركز عليه قصه حياه او موت، قديش فعلا تم العمل على هالشغل خاصه وانه تغطيه يوميات الصليب الاحمر اللبناني عبر هالبرنامج عبر شاشه تلفزيون مستقبل. هو الهدف كان من البروجرام لما بلش او الفكره لما انحطت على اساس انه اليوم الصليب الاحمر كل العالم تعرف مين الصليب الاحمر، كل العالم تعرف مين شغله شو بيشتغل. صحيح. بس اليوم ما حدا كان بيعرف عن جد كيف بيصير الشغل وكل الطريقه من وقت ما تجي. صح. يجي الاتصال ليتحول للمركز ولا يطلعوا المسعفين يلي هن متطوعين ويبين طريقه شغله، فكان الهدف من هون انه نحن نبين عن جد للناس شو بيعمل الصليب الاحمر من جوا.
فكانت هيدي اول فكره بالبرنامج. ثاني فكره كانت انه اليوم نحن نقدر حكيم يلي بيكون بالمستشفى اللي عم ناخذ له الحاله يقدر يشخص الحاله ويعطي عنا تفاصيل بتقدر تفيد المشاهد. وباخر مرحله اللي هي الاهم هي الاويرنس التوعيه يلي اليوم مدرب من الصليب الاحمر كان عم يوقف يعطي توعيه على شو معقوله تعمل اذا صار عندك نفس الحاله بالبيت. هيدي كلها الباكج كانت هدف البرنامج. ولما طلعت فكره البرنامج كان الهدف انه يغطي على كل شيء بالتساوي، على العمل الصليب الاحمر، على الارشادات وعلى التوعيه. هون كمان مارون يعني اختيار تلفزيون مستقبل وبرنامج قصه حياه او موت لحتى هو يفوز بالجائزه هالسنه، على اي كمان هيك يعني كيف اتكلتوا قديش قررتوا ولجنه التحكيم من مين كانت مؤلفه؟ لجنة التحكيم مؤلفة من 6 دكاترة مبدئيا بيهتموا بكافة الجوانب وكافة الطلبات من إيفارمنت عن البيئة أو عن العلوم كساينس أو بشؤون المرأة أو نعم. يعني بيختلف حتى بالقطاع المصرفي بالقطاع المالي نعم. ونحن بنعمل لايف برزنتيشن لحتى اللي مقدم ابلكيشن كمان يكون في كريديبيليتي لأنه هيدي شوي كمان ببعض المحلات بيكون في دوت او بيكون في شك من قبل هذا نعم تنكون شفافين ويكون هذا الايفنت اخذ حصته الناصعه والصفحه حتى يكون واضح كله يكون واضح كله شفاف قدام الناس. وكان بالحري اللي هو مشروع مثل مشروع الصليب الاحمر والمؤسسه العريقه مثل فيوتشر تي في نعم. وانا حبيت كثير واللجنه الكريمه نضوي على هال يمكن كومبينيشن او ما بعرف كيف بدنا نسميها وتلفزيون مستقبل مع ما يمثل من الطائفه السنيه الكريمه وبهالظروف اللي عم نعيشها. لا خليط لبنان صغير قول هو خليط ولكن مع ما يمثل يعني رمزيه الرئيس الشهيد وقديش كان حابب لبنان يشوفه بكل طوائفه باندماجه ويشوف الصوره الناصعه والحلوه. حبينا نحن نكفي الحلم لانه الحلم ما بيموت مع موت الشخص بل بكفي باستمراريه المجتمع. صحيح. هون حبينا نحن يكون دور الاعلام وخاصه تلفزيون مستقبل مع الصليب الاحمر اللبناني، يعني حتى لاقي الاسلام المسيحي بلبنان هذا اللي بيجسد الحوار اللي كنا عم نتوخيه هلا بهال بظل التطرف العصيب اللي عم نعيشه هلا. صحيح. وخاصه هلا عم بيصير في عندنا صفحه حوار سياسي ومتامل لها يكون يعني تتوج بانتخاب رئيس للجمهوريه لحتى اكثر واكثر هالايفنت ولبنان كله يرجع يعيش بنشاط وببحبوحه ونشوف هيك ال يا رب ان شاء الله. اهم شيء خلينا نشوف فيوليت ال ايه بس بدي مرق شغله نعم. قبل الكليب اذا بدك تقولي نحن في برامج تتقدم تتناقش في برامج تنعرض فكرتها نعم. وبتاخذ فيها قرار يعني انه برنامج او البروجي اللي عم نحكي عنه هلا ما كان بحاجه لطلب لتقديم ولا معايير لانه البروجرام او الرساله من خلال هذا العمل اللي ربح فاز بالجائزه متفلت من كل معايير صح. قد ما هو مرتبط بإنسانيته ووطنيته والعمل التطوعي اللي بيقوموا فيه الشباب الصليب الأحمر وأكيد الفيوتشر إلى جانبهم ما كان بحاجة لسؤال ولا لمناقشة كان لقرار فقط. صحيح الحمد لله خاصة وأنه العمل تطوعي 100% هذا الشيء اللي بنعرفه دائما عن الصليب الأحمر اللبناني. رح نشوف كيف تقدمت الجائزة بهالحفل وأكيد بنرجع بنتابع من بعد حديثنا. جائزة Public Awareness تمنح لبرنامج قصة حياة أو موت لمؤسسة الصليب الأحمر اللبناني وتلفزيون المستقبل. ندعو السيدة كلود صباغ من فيوتشر تي في والأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني لتسلم الجائزة. قصة حياة أو موت على المستقبل. مساء الخير. خدمة الناس هو قرار واختيار قبل ما يكون واجب وكل واحد حسب قدرته. الزقفة الكبيرة لصليب الأحمر شباب صليب الأحمر يلي عم يضحوا بوقتهم يلي بأكثر الأوقات عم بيخاطروا بحياتهم يلي كلنا نحن وقت اللزوم بنسلمهم حياتنا فمش كتير عليهم برنامج نص ساعة. إذا خدمة الناس هو قرار واختيار فقرار تلفزيون المستقبل واختياره بالماضي بالحاضر وبالمستقبل هو أنه يكون الهوى والمساحة يلي الشباب كلها معقولة توثق فيها. مساء الخير. مساء
اسمحوا لي اولا وجه كلمه وفاء لكل من يدعم الصليب الاحمر اللبناني بمسيرته الانسانيه، بدءا بمعالي الوزير محمد رحال، كما شكر كبير لتلفزيون المستقبل يلي اتاح للجمهور انه يتعرف علينا وعلى خدمتنا وجهوزيتنا وادائنا ومهاراتنا من خلال برنامج حياه وموت على مدى 24 حلقه. اكيد كمان في ابلكيشن انعملت هلا، يا ريت تخبرينا عنها فيوليت قبل ما نشوف الكليب صغير كمان عنها. بما انه نحن اعلاميين وبنشتغل بالمجال الاقتصادي، حبينا كمان ان باراليل يكون عندنا لمسه مميزه بعالم الاعلام. الابلكيشن خلقت لانه هي اول شيء حاجه، وهي مع هالعصر التكنولوجي المتطور نحن على الخيار الاخير، نحن على الابلكيشن. هي على شكل كيلت ام بي اقتصاديه، ولكن كثير لايت، يعني بتحاول تفوت عند الشخص بتسقفه قريبه من كل الناس بدون ما يشعر، يعني ما تكون ضيفه ثقيله عليه، لان الاقتصاد ما بينهضم بسرعه. وهي بتغطي اخبار لبنان، اخبار العالم، واخبار الدول العربيه كلها، ولكن فيها كثير اشياء مميزه. يعني فيها اشياء نحن ابتكرناها مثل الانترفيو باي سكايب، يلي بنقدر نطال الشخص وين ما كان، صح، بيقدر يحكي باي لغه. يعني حبينا شوي تكون وسيله بلاتفورم جديده متحرره من كل شيء اسمه تقليدي، شيء جديد وعصري، وبحكي الشباب يلي هن بالنهايه رح يكونوا هن عم بياسسوا لبلد، لاقتصاد، لمجتمع سليم. ورح نشوف الابلكيشن. خلينا دغري بس نقول كيف فيهم ينزلوها. هي موجوده للسمارت فونز اندرويد اي او اس، فري داونلود، كثير سهله، ما بتاخذ كثير وقت، وبتمنى يكون عندنا كثير فولورز كمان. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ورودني كمان كلمه عنا الصليب الاحمر اللبناني. انا بدي بس اقول انه هيدي الفكره لما طلعنا فيها ما كانت شافت الضوء، وما كنت انا قدرت عملت البرنامج ولا انتجته لو ما فيها معنا ثلاث اشخاص معي كانوا، يلي هن سارك الثاني، الهام ابي راشد، وناجي بشاره، يلي نحن الاربعه طلعنا بهيدي الفكره وانتجناها. ولانه نحن اربعتنا بالصليب الاحمر كانت كل الامور هينه، لانه فتحنا ابواب الصليب الاحمر تنقدر نفوت لجوا، لانه نحن مسعفين اصلا. اكيد اكيد. يعطيكم الف عافيه وتحيه من خلالك لكل اعضاء الصليب الاحمر اللبناني. شكرا كثير لك رودني. وفيوليت اهلا وسهلا فيك، ومارون شكرا كثير، شرفنا. انا بشوفك على الهواء برجع مع كل المشاهدين. اكيد راح نتابع محطتنا الاخيره او محطاتنا الاخيرتين بعد لحظات مع جون بجيل توب، وايضا ورشه ملح مع الشيف عبد الله. خليكم معنا.